رياض القيمة وكعادتها دائما هي في البحث على الناس اللي خدموا رياضة وطنية في كل المدن المغربية. فبعد مدينة طرابلس كرمنا رموز رياضة وطنية، قلنا علاش ما نمشوش للمحمدية ونبحثوا على فارس، على عسيلة، على قلاوة، هالثلاثي اللي ربحوا لقب كأس أفريقيا 96، هو اللقب الوحيد اللي عندنا. وكان فريق المحمدية يعوج بلاعبين كبار وطورنا هالثلاثي، كعطونا أكثر منهم المرحوم الراد، منهم مجموعة قلاوة، ميغال، مجموعة كبيرة. وأيضا قلنا رياضيين أولاد المحمدية كما هي محتسين ديال التنس، كعادل عدنان في الفروسية، سباق الدراجات، كحميد الوقا هذا الإطار الوطني اللي باقي قاعد يشتغل في إدارة التقنية، مجموعة كبيرة. وقلنا أيضا هاد الناس اللي تعاونوا الرياضيين في مدينة المحمدية تبارك الله ربي عطاهم الخير، كالعلالي، كبويمزاغ ديال الكتبية، كالمفضل الحاج المفضل، هادو كلهم تيساعدوا الرياضة الوطنية في مدينة المحمدية. تا هما بغينا نقول لهم شكرا للدعم ديالكم. نظن بأن الجمعية خدات على عاتقها الجمعية المغربية للصحافة بلا حدود، خدات على عاتقها أولا تكرم الوجوه اللي عطات للرياضة ليس فقط في مدينة دار البيضاء ولكن في كل المدن المغربية. نحاول أنه كل مرة تكرم واحد لأنه العديد من الوجوه اللي عطات الرياضة المغربية. مدينة المحمدية أو مدينة الصور كما يصطلح على تسميتها أعطت أبطال كبار، يكفي أنه نذكروا على مستوى كرة القدم فريق شباب محمدية بالأمجاد ديالو، باللاعبين ديالو، بالأسماء اللي خلقت وبقات دائما في ذاكرة كل الناس الرياضيين. ما كنظنش شي واحد ما كيعرفش أي فراس، ما كيعرفش السيناء، ما كيعرفش الرادو، وما الوقت لا يسمح بأن أذكر كل الأسماء التي تعلقت المرحوم الخميري. هذا دون أن ننسى الرياضات الأخرى واللي كانوا في أبطال أخرين أعطاه لمدينة المحمدية. إذن هذه فرصة وكنشكروا كل الناس اللي ساهموا في هذه الحفلة هذا باش تكرموا هذه الوجوه كلها مختلف الرياضات. وكنظن أن هذه محطة من المحطات اللي من خلالها الجمعية دائما كتدير واحد العمل اللي خصنا نديره كاملين على مستويات أخرى وعلى ميادين أخرى، أننا نكرموا الأسماء والوجوه اللي كتعطي في المجال ديالها. يذكره الآخرون الذين يكتبون، فكانت العلاقة مع الميدان الإعلامي جد وثيقة. هذا اللي كان نناقش مع شباب، مع جيل جديد، هذا الجيل اللي اقتحم هذا الميدان الإعلامي بوسائل عادية ولكنها وسائل مؤثرة. لماذا مؤثرة؟ لأنها تمس العمق في الحوارات وتمس العمق لدى المواطن. فلم يبقى ذلك المواطن الذي يبحث عن إذاعة أو تلفزيون، هذه أصبحت عادية لأنها في البيت ويألفها فلا يعطي لها أهمية. ولكن هناك إعلام الموازي الذي أصبح شامخا داخل الأوساط الاجتماعية في مواقع، في فيسبوكات، في جميع الآليات الجديدة التي نكتشفها الآن، ونحمد الله أننا عشنا حتى أصبحنا نساير ولو بالتتبع. وكثيرا ما قلنا هل فعلا تحول المغربي إلى آلة مفروض عليه أن يساير هذا الوضع الإعلامي ليستفيد، يستفيد في جوانبه الفكرية والمعرفية وحتى التجارية أو العلمية أو جميع القضايا. لذلك أنا أهنئ الشباب الذي يغامر، أقول يغامر لأن هذه الرسالة ليست سهلة، وبالأخص أنتم اليوم في مدينة المحمدية. في مدينة المحمدية تقفون على نماذج اللي كانت شادة فوق الشرط، وتلاحظ بشكل بسيط وبشكل هادئ ما يجري وما يسير. وحضوركم اليوم هو يزرع في هذه الفئة التي جاءت الظروف أن تكون ضمن المكرمين، يزرع فيها أملا في الحياة بصفة عامة. مدينة المحمدية من أجل مواصلة هذا المشوار ديال التكريم والاعتراف. ولماذا مدينة المحمدية؟ لأن مدينة المحمدية أعطت شيء الكثير للرياضة الوطنية. هناك رياضيين ولاعبين اللي عطوا يعني بزاف الرياضة الوطنية، والآن يعني بعدوا على بادرة طيبة. يعني لما كيكون واحد تكريم كيكون اعتراف، كيكون اعتراف بواحد الشخص اللي قدم واحد الخدمات جليلة
يعني داخل النادي ديالو ولا داخل المنتخب الوطني، يعني لما كيكون كيحمل القميص الوطني هو كيقدم واحد الخدمه للبلاد ديالو. الحمد لله ملي كيكون بحال هذا التكريم يعني الانسان كيفرح، واخا غير تكريم معنوي، لان سياسه الاعتراف ما كايناش في بلادنا مع الاسف، قليل فين كتشوف شي مبادرات بحال هذه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى باش تدوم بحال هذه المبادرات وتكون في جميع الميادين، ماشي غير في الميدان الرياضي، في جميع الميادين، لان كاين الناس اللي كيقدموا بزاف ديال الحوايج لهاد البلاد وما يعني ما كيعترفوش بهم. الان لما كتشوف شي مبادره بحال هذه كتلج الصدر وكيكون الانسان كيقول اللهم لك الحمد الا قدمت واحد الحاجه راه كاين الاعتراف.